السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه فاتي فاتي. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غنتشارك معكم طريقه تحضير ميني حرشه من السمين بالزعتر. كيجيو هشاش ورطبين وغزالين في المذاق ومكونات موجوده في كل بيت. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا ليا. وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش انكم تدعموني بلايك، والناس الجداد ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع طريقه التحضير. على بركه الله بالنسبة للمقادير ديال الحرشة ديالنا، كنحتاجو ربع ديال السميدة رقيقة، 250 غرام ديال السميدة رقيقة ما يعادل جوج كيسات ديال الأنبا. كنحتاجو أيضا شوية ديال الخميرة ديال الخبز القليل فقط. كنحتاجو الملح، كنحتاجو كأس ديال الحليب، كنحتاجو أيضا هنا زيت النباتية تقريبا جوج معالق كبار تاع زيت نباتية. كنحتاجو خميرة الكيماوية أو خميرة الحلوى. كنحتاجو أيضا الزعتر باش غادي نقسم هاد الحريشات هادو. الزعتر هنا الزعتر لي مطحون أو الزعتر لي وراق. وكنحتاجو أيضا معلقة صغيرة ديال السكر. بالنسبة لطريقة التحضير ساهلة وبسيطة. كناخدو السميدة ديالنا، كنوضعو فيها الزيت كيف قلت ليكم، القليل فقط ديال الزيت، من أحسن غنخلط بيديا. السر باش تجيكم هشيشة خاص ضروري الزيت تدخل لينا في السميدة. لابد نديرو هاد الطريقة هادي، الزيت نفتلوها مزيان. هاد الحرشة كتجي لذيذة وسهلة، كتاخدش لينا الوقت، دغيا كتوجد لينا. تبعو المراحل وإن شاء الله تنجح معاكم. كندير هنا الخميره الكيماويه، ما كنديرهاش كامله، تقريبا كندير معلقه صافي ديال الخميره الكيماويه ونخلط. كنضيف هنايا الزعتر اللي مطحون، يمكن لكم تعوضوه بالنافع، يمكن لكم تنسموه بداك الشيء اللي عندكم او تنسموه بالليمون بمظهر، يعني كيبقى لكم الذوق في التنسيم ديال هاد الحريشات. ندير الكمية اللي بقات وندير السنيدة حتى هي. الزعتر كيتواتى مع كيتواتى المذاق ديالها مع الحرشة، كتجي لذيذة بزاف بالزعتر. وحنا كنعرفو فوائد الزعتر، الزعتر غني بالحديد، مفيد بزاف للصحة. والناس اللي ما كيبغيوش الزعتر يمكن يعوضوه بداكشي اللي بغاو، ولا يخليوها بلا ما ينسموها، حتى هي كتجي لذيذة بزاف. كنخلطو جميع العناصر مزيان بهذا الشكل. هذا كنضيفو الحليب تدريجيا بهذا الشكل، ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها بحال هكا. الحرشة ما كتعجنش. كيف كتعرفوا السميدة كتشرب لينا الحليب. نديرو الحليب تقريبا كأس كامل، غير كنجمعوها بحال هكا. نزيدو كمية كاملة، ما كنعجنوهاش باش ما تجيناش مدقفة.
ودابا غادي نمشيو نكوروها. كناخد السميده ديالنا كنديرها بهذا الشكل هذا. كناخد الكويره ديال الحطشه كنديرها هكذا كيف ما قلت لكم ما كنعجنهاش من بهذا الشكل. كنحطو فوق من هذه السميده وكناخذوا المقله ديال الطيفات طبيعة الحال. وكناخذ هذا الاطار هذا هو فاش كنحدد الشكل ديال الحرشه اللي بغيت وباش يجيوني الاشكال متساويه. يمكن لكم ديروش هذا الاطار غير باش الفورمه ديال الحرشه كتجينا متساويه. كناخذ شويه سميده كنددها على المقله كناخذ هكذا وكنشكل بها. نحاول نقادها تجيني بحال هكذا كيف كتشوفوا. كناخد الثانيه بنفس الطريقه نحط منها الحرشه كنجي نقادها كيف ما قلت لكم. بعد ما سالت الحرشة كاملة غنمشي مباشرة نطيبها على نار اللي تكون متوسطة. الحرشة مكتبغيش أن نار تكون مهيلة أو نار تكون مرتفعة، كتبغي نار اللي تكون متوسطة بين وبين. المهم نمشيو نطيبوه. الحرشات ديالي درتهم على نار اللي تكون متوسطة ومرة مرة نقلبو المقلة باش يطيبو لينا من كاع الجوانب. أتكونو فهمتوني بحال هاد الشكل هذا. مره نقلب هكا يعني مهم خاصهم يتحمروا لينا ويطيبوا لينا من كاع الجوانب. نخليهم يطيبوا على الجهه التحتانيه حتى كيطيبوا مزيان، هذا كنقلبوهم للجهه الاخرى. هذه هي طريقه تاع الطهي ديالهم. غير المساله خاصه كل مره نقلبوا الحريشات ديالنا اللي الوسطانيه نجيبوها في الجنب وهكذا حتى كيطيبوا لينا كاملين بهذه الطريقه. هذه حتى كيشدوا فريوسهم من التحت كيطيبوا لنا من التحت مزيان، هذا كنقلبوا الحرشه ديالنا طيب من الجهه الاخرى وما كياخذوش لنا الوقت بزاف دغيا كيوجدوا. كيجيو رائعين بزاف وهشاج، وكيف ما قلت لكم يمكن لكم تنسموهم داكشي اللي بغيتو بالفاني بالمزهر بالليمون. الناس ما كيبغوش الزعتر وحتى الزعتر كيجي معاهم غزالين، ودابا ملي كنطيب فيهم رائحه الزعتر طالعه منهم كيجيو لذاذ بزاف وهشاش. جربوا هذه الطريقه ان شاء الله وردوا عليا. كنستمر في الطياب ديالهم بهذا الشكل هذا. يفك كطيب ليا الحريشه من التحت كنقلبها طيب ليا من الجهه الاخرى. ما كياخذوش لينا الوقت بزاف، تقريبا شي 5 دقائق بحال هكاك. مره كنقلب المقله باش كيتحمروا ليا كاملين وصافي. وكنقدموهم بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات بعد ما وجدوا. كيجيو هشاشين طبيين البنات غزالين واقتصاديين، يعني مكونات كيتوفر في كل البيت. قدمتهم رافقتهم بالفرماج والعسل.
كيجيو رائعين بزاف بزاف. نقسم لكم وحده تشوفوها. كيف كتجي من الوسط ما عرفتش واش غيبان ليكم، كتجي هشيشه بزاف بزاف. هانتوما كيجي في هذاك الزعتر، شفتو كتجي رائعه جدا البنات، جربوها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وبصحة وضحة الى الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى انكم تزوروا قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.